باحتفال مصر اليوم بعيد الشرطة 68، حيث يخلد المصريون بطولات رجال الشرطة في معركة الإسماعيلية ضد المستعمر البريطاني. ففي مثل هذا اليوم عام 1952 رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى محافظة الإسماعيلية للاحتلال الإنجليزي، والتحمت دماؤهم مع دماء المقاومة الشعبية. وأسفرت هذه المعركة عن استشهاد 50 من رجال الشرطة وإصابة العشرات بعد نفاذ ذخيرتهم. Thank you.